نروح على الجانب المصري. المقاطعة لسه شغالة بشكل حقيقي، وجماهير نادي الزمالك بترفض ان شركة كوكاكولا تدعم او تبقى من رعاة نادي الزمالك او يتحط اسمها على التيشيرت الابيض اللي بخطين حمر، تيشيرت نادي الزمالك، وهتفوا من المدرجات رفضا لرعاية كوكاكولا زي ما هنسمع مع بعض. وكانوا بيدعموا طبعا أشقائهم في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة. حالة من الاحتفاء بالهتاف ضد شركة كوكاكولا في مدرجات الزمالك، والناس علقت على ده على حساباتها الشخصية على منصة اكس، زي التعليق اللي هنشوفه معانا بيحتفي برفض رعاية كوكاكولا نادي الزمالك. محمد عطية بيقول: لهذا يعشق الزمالك، لهذا كان وسيظل دوما، سيبقى جمهور الزمالك هو المعلم والملهم، جمهور يعرف قدره وقضيته وقيمة ناديه الزمالك النابض بالحق الرافض للظلم. تعليق آخر من أحد الداعمين لموقف الزمالك أو جمهور الزمالك، محمد قاسم، بيقول: مشروب الدم مش عايزينه في المقاطعة مكملين، مشروب الدم مش عايزين في المقاطعة مكملين، جمهور الزمالك يردد بهتاف يعبر فيه برفضه التعاقد مع شركة كوكاكولا كراعي رسمي للفريق.